حكم حضور الحضرة. الطريقة التي يذكرون الله بها طريقة محدثة لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه في الدين. يبلغك السلام يا عبد الرحمن. تعرفون الحضرة؟ يجتمع ناس في طريقة من الطرق، طريقة الحمدية الشاذلية مثلا، الطريقة الخليلية أو الطريقة الرفاعية، ويجتمعون يذكرون الله بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل حي 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 وهكذا، يعني كذا مرة. وقد يتدارسون قد لا يتدارسون على حسب نوع الموجه للحضرة. بس إذا لغينا اسم الحضرة ولغينا اسم الطريقة وجلسنا نذكر الله بطريقة ذكر الرسول ربه بها أو نتدرس كتابة، شيء حسن. لكن الحضرة بالطريقة التي تحدث فيها عدد من المشاكل، قد يقولون مدد يا فلان، مدد يا فلان، يا سيدي فلان، نستشيركم بالله إن قالوا، لأن مش كل الحضرات تقوله. بعض الحضرات قد يذكرون الله بأذكار غير صحيحة من ناحية المعنى، حتى من ناحية المعنى لابد من عرض مضمون هذه الحضرة على عالم أن يصححها، ولكن حتى الاسم غلط، اسم غلط، الاسم يعني اسم الحضرة مش جاء من ماذا اسم الحضرة هذا. أنا بعض الطرق الصوفية تقول إن هناك الأقطاب الخمسة يحددون مسار العالم أسبوعيا. ما أدري السيد البدوي، عندهم يقول السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وتحضرهم رئيسة الديوان السيدة زينب أو السيدة نفيسة، السيدة زينب رئيسة الديوان، وأحيانا يحضر مجلسهم رسول الله، حضرة الرسول. تخاريف كلها لا تمثل الإيمان بصلة، لكن هم الذين يعملون الحضرة الشاذلية والرفعية لا يقولون بمثل هذا أنهم يخططون مصير العالم. لكن في بعض الجماعات كده، بس أخرج أتيك من أين استخرجوا اسم الحضرة. وهناك ناس وطيبات تقول لزوجها روح الحضرة يا أخوي، روح الحضرة، زوجها كابوس على قلبها في البيت، قل لكم روح الحضرة، اذكر الله، اذكر الله في الحضرة، من المنتهى جالس إن الشيطان ركبك، اذكر روح الحضرة وخليهم يدعوا لأبيك يدعوا لأخيك. ولكن يعني يلزم سماع ما يقولونه في الحضرة، لكن العموم كما أخبرت والله أعلم.